لو الحكاية فيها إن فيديو الفريق المؤتمر النهاردة ممكن حاجة تدينا كل تفاصيله وبيفيد إيه بالنسبة للمؤتمر بالنسبة للمكتب مصر النهاردة احنا بصدد اليوم الأول من المؤتمر الدولي الثالث لمكتب مصر الكبير عن الملك مسعود عبد الحميد واليوم الأول مكرس لمحور الأثاث الجنائزي الذي تم كشفه عنه داخل المقبرة وتدور الأوراق البحثية في هذا اليوم حول قطعة متميزة من هذا الأثاث الجنائزي على سبيل المثال كرسي العرش المذهب للملك عبد الحميد الصناديق والحاويات التي كانت بداخل المقبرة أنواع الأسرة المختلفة التي تم الكشف عنها داخل المقبرة وعما إذا كانت ده طبيعة طقسية أو كانت تستخدم في الحياة اليومية فيما يتعلق بالأثاث وبالحاويات والصناديق تأتي أهمية المؤتمر في أن الكثير منها لم يتم عرضه من قبل فبالتالي المعلومات التي يتم التوصل إليها في هذا المؤتمر ستثري العرض المتحفي لهذه القطع بما تسفر عنه من معلومات قيمة عن هذه الحاويات والصناديق. مثال يا فندم للقطعة لم يتم عرضها من قبل. هناك سرير مذهب للملك توت عنخ آمون لم يتم عرضه من قبل. هناك مجموعة من الصناديق الخشبية التي يرجح المؤتمر أنها كانت ذات طبيعة طقسية وكان يتم نقل فيها الأثاث الجنائزي للملك ومتعلقاته أثناء الجنازة إلى المقبرة كل هذه المعلومات ستدخل في نطاق عرض المتحف الجديد للملك توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير. عدد القطع الخاصة بتوت عنخ آمون اللي هيتم نقلها للمتحف المصري الكبير. العدد الكلي الذي سيتم عرضه في المتحف المصري الكبير هو ما يفوق 5000 قطعة. معظم هذه القطع كانت معروضة أو مخزنة بمتحف التحرير. والقليل منها كان مخزن بمخازن متحف الأقصر بمدينة الأقصر. ممكن يا دكتور ليها طرق لوك معينة ليها طرق قفل معينة كان نتكلم عنها في المحاضرة جوه مختلفة الأقفال يعني في الحقيقة دي باكورة النتائج الطيبة للمؤتمر اليوم إنه ركز على وجود وسائل مختلفة لإغلاق الصناديق والحاويات داخل المقبرة فمن ضمن أساليب الإغلاق وجود مقبضين للصندوق مقبض على الصندوق نفسه ومقبض على الغطاء يتم ربطه بحبل ثم ختمه بجزء من الطين ويتم ختمه فبالتالي يصبح الصندوق مختوم هناك صناديق أخرى كان لها وهذا ما ظهر في كلمة كريستيان لوبن مدير متحف هانوفر للآثار المصرية في ألمانيا أنه أوضح أن هناك مقابض كان يمكن لفها للإغلاق وهي قريبة من مقابضنا اليوم وهي أحد المعلومات الجديدة القيمة هناك أيضا صناديق كان يتم فتحها ولها من الخلف إمكانية طي الصندوق بفتحه فبالتالي تقنيات تعتبر حديثة جدا بالنسبة لهذه الفترة 3500 سنة من يومنا ده الجديد النهاردة عمر في اللي هي طرق الغلق والسيستم بتاع حتى الآن ونحن لازلنا في بداية المؤتمر بداية قوية إن شاء الله ممكن يا دكتور تقول لنا إيه آخر التطورات في المتحف الكبير؟ المتحف المصري الكبير يعمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية
بعد أن تم الانتهاء بنسبة 100% من الأعمال الخرسانية والأعمال المعدنية في مبنى المتحف، في ويتزامن مع ذلك إعداد العرض المتحفي لقاعتي الملك توت عنخ آمون والدرج العظيم. طب ايه عدد القطع اللي تم نقلها لغايه دلوقتي المتحف الكبير؟ تم نقل حوالي 42 ألف قطعة، منها ما يزيد عن 3600 قطعة للملك توت عنخ آمون.